في الترتيب المعتاد. فقرة أمومة، واليوم اختارينا نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم وفيه بزاف ديال التساؤلات، وعدد من الأمهات كيعانيوا صراحة من هذا الموضوع، الديدان عند الوليدات. ما تضحكوش بعد القمل غادي نتكلموا على الديدان. رفقة دكتور مشكورة حبيبتي على حضورك معنا دكتور تمارا، صباح النور. شكرا شكرا الأخت سمية على الاستضافة، ومرحبا مرحبا بكل المستمعين الكرام. لا يختك، شكرا على تلبية دعوتنا أول حاجة، وعلى ابتسامتك الزوينة اللي كتبسط الموضوع، تقولي شوف أنا فرحانة اليوم غادي نهضر على الديدان. كيجيو تساؤلات كثيرة عند الأمهات. آه وي بزاف، وفي الكابيني كنشوفوا بزاف تاع السيدات اللي كيجيبوا الوليدات ومقلقين بزاف ملي كيشوفوا دوك الديدان كيخلعوهم وهذه. دونك إلا بغينا نهضروا على دوك الديدان لي زوكسيوغيوز بالفرنسية، وكنقولوا كذلك باللغة العامية ديالنا الحنيشات. فوالا الحنيشات. دونك أشنا هما هذوك الديدان؟ هما طفيليات. هما طفيليات. أشني معني الطفيليات؟ الطفيليات هما أنهم كيعيشوا في داخل المصران ديالنا، كياكلوا في التغذية اللي كاينة في المصران ديالنا. هذوك هو الطفيلي، هو واحد الإنسان، واحد الضيف اللي كيدخل عندك للدار بالعرادة وكيجلس وكيبقى يحل الثلاجة وياكل ويجلس مريح ما كيدير حتى حاجة. هما هذوك الديدان. دونك هذوك الديدان هما واحد بحال الخويطات صغيورين اللي فيهم سنتيم حتى سنتيم ونص، اللي هما يا فيهم ذكر وانثى، واللي كيعيشوا في المصران كما قلنا، المصران الغليظ في بارتي تاع لو سوكوم اكزاكتومون. هذيك الذكر ملي كيسا كوبل كينعس مع الانثى دونك كيموت، ومن بعد الانثى خاصها تمشي تبيض. ملي كتبيض كتمشي تهبط المخرج ديال الطفل الاخر ديال المصران، تما فين كتبيض. ملي كتبيض كتخاف تخرج على برا، كتشد في داك المصران، اذن كتعطيه واحد الحكه، كيولي هو الطفل كيحك. وداك الشيء في الليل، الاكثريه بالليل اللي كيبقى الطفل كيحك بزاف. فلو سيكل تاع داك الحنيشات، عيب باش نشرح شويه باش الناس يفهموا مزيان. فوالا كتبيض هذاك البيض اللي هو الدري كيحك، دونك يدخل داك البيض الاظافير ديالو. من بعد كي في الصباح، اما كيحط يدي على شي حاجه، اللي حط يدي على هذا كيهز داك البيض وكيديروا فمو، ولا هذه الدري حتى هو كيقدر يعاود يديروا فمو. دونك داك البيض كيهبط في الجهاز الهضمي، يعني في البلعوم، شويه في المعده، شويه في المصران داك الرقيق، شويه كيمشي للمصران الغليظ. تما كاين كيفقس هذاك البيض، كيعطي واحد لي لاف داك اليرقات. من بعد اللي كيوليو ادولت، واللي من بعد كتولي الانثى ديالهم كتمشي تاني للمخرج وكتبيض، انسي دو سويت، كيولي ان سيكل. هذاك هو لو سيكل، دوره حياه الديدان. فوالا ديال تاثر انتشارها بكثره، انتشار كثير بزاف. كنشوفوه في المدارس، كنشوفوه في المحلات الرياضيه، كنشوفو كاع المحلات. واللي كيجي الدري كيجيب، ماشي كيقتصر على الطفل وانما على العائله كلها. دونك ملي كيدخل الطفل للمنزل وكيكون عنده هذوك البيض وداك الشيء، دونك حتى الكبار حتى هما كيتعادى، وحتى داك لو نوريسون داك الطفل الصغير اللي هو كيرضع حتى هو كيتعادى، كل المنزل كل شيء الناس كيتعادوا. الموضوع ليس بالهين، الا بغينا نقول هو بسيط وصعيب في نفس الوقت. عرف التعدي، اما هو ماشي خطير، ما كيورث لينا حتى شي حاجه خطيره، ولكن قلنا انه عنده عواقب كثيره وعوامل مهمه اللي حنا خصنا ندويو عليها على صحه الوليد، لانه بعض المرات ما كيكون مسكين فقط بالفيتامينات اكيد. فهذا هو موضوع حلقتنا ديال اليوم. بطبيعه الحال تحيه كبيره للمتتبعين ديالنا، وان شاء الله غادي نجاوبكم على جميع التساؤلات في هذه الفقره، فقره امومه، اللي عانى من هذا المشكل او اللي مازال كيعاني من هذا المشكل فيشارك معنا دائما الهم ديالو، هم مجموعين، وكل مشكل اكيد عنده الحل ديالو. هدف شق امومه، شق صحه. كعاده شهر اكتوبر رافعين دائما شعار التوعيه والتحسيس بالكشف المبكر سرطان الثدي. حنا كنساء وكبرنامج لالا فاطمه اللي كتدير ديال النساء والشابات كيسمعوا لينا، فبغينا نحطوا واحد الرساله اليوم مهمه جدا رفقه الدكتور نرجس برادة، اللي غادي تجينا اكيد ان شاء الله من العاصمه الرباط، اللي غادي تقدم لنا كثير ديال النصائح والمعلومات في هذا الكشف المبكر، وشنو كذلك بلاد ديالنا الحمد لله ولا
كذلك حتى وزارة الصحة المعنية بالأمر أشنو دايرة في هذه السنة هذه إن شاء الله في عدد من المراكز اللي هي مفتوحة أمام الشابات وأمام النساء من أجل الكشف المبكر، لأن هذا هو ربما الرهان ديالنا الكبير الكشف المبكر باش إن شاء الله الحمد لله نتمكنوا من العلاج 100%. أيضا فقرة حدقة وتاوي الحدقة ديالنا ما غاديش يبخلوا لينا بوصفات زوينة، فغادي يكون معنا كذلك شق ديال الوصفات مع أختي مديحة، وغادي نختموا مع شق المورود ديالنا الطبيعي التقليدي المغربي عاشقات الماسكات والأقنعة الجميلة رفقة خويا فتح الشاب. باختصار هادو هما محطات حلقتنا ديال اليوم في برنامجكم الأسري لالا فاطمة. شو ذلك يا دكتور نمشيو فاصل موسيقي خفيف ياك؟ مشكلة رتما الأمهات يجمعوا الكوزينة شوية ويجدوا الغديوة ومع درجة باش يركزوا معنا مزيان في الديدات عند وليداتنا، وراجعين أكيد باش نعطيكم جميع التفاصيل. مسامعتي مسامعينا بنفس الحماس أكيد مشوقين عرفوا تفاصيل كتار حتى الأمهات وأولي الأمور وأبائي، لكن توك يهمكم الموضوع وحابين تعرفوا تفاصيل كتار ولا حلول ربما ولا طرق الوقاية علاش لم من عدوى الدودة اللي كتكون أكيد عند الوليدات، يعني أسباب الديدان وكثير العلامات غادي نحاولوا نضوء عليها، سبل الوقاية والعلاج وعدد من التساؤلات، وشوف نظركم أفضل حل ممكن القضاء على هاد الديدان بكثرة أنه انتشار ديالها والعدوى ديالها السريعة. فاحنا دائما مع دكتور تمارا مشكورة حبيبتي على حضورك معنا. غادي نحاولوا نقربكم كتير أنه كيفاش أول حاجة دكتور نعرف أنه راه ولدي ولا بنتي عندها مشكل ديال الديدان، واش كاين علامات كتظهر على الطفل ديالي؟ معلوم كاين علامات، ما بين العلامات المهمة جدا هي الحكة، هي كنشوفوا الوليد كيحك من اللور دائما يديه مرة مرة كيحك، كيقدر هذا الشيء كيكون الأكثرية بالليل، دونك الأطفال ما كينعسوش مزيان في الليل مرة مرة كيفيقوا، ودوك الصغيرين بزاف راه كيكونوا يبكيو بعض المرات، وملي كنجيو كنلقاو هذا بعض المرات دوك الديدان راه كتشوفهم الام كيقدروا يبانوا كيقدروا يشوفوا يكونوا في الخروج كيقدروا يكونوا في الحوايج كتلقاهم في الحوايج خرجوا، سينو الا كانوا كثارين بزاف اولا قلنا الدوده ديك الانثى ملي كتبيض كتموت دونك كتخرج، الا ما كانوش راه سورتو الحكه هذه هي الاولى. ثانيا الطفل كيولي كيضروا البطن ديالو ديما كيقول لك ضرني فيا الوجع في الوجع، كيقدر ملي تتقرر تتقل به هذاك المخرج ديالو اللور كيبان لك احمر اولا الا كانوا عنده الضفار وكيحك بعض المرات كتلقيه مجروح شويه. بالنسبه للفتيات راه هما هذوك الديدان ملي كيخرجوا من اللور كيدخلوا للقدام، ملي كيدخلوا للقدام بزاف الفتيات اما جوج حوايج الا مشاو للنبوله كيعطيهم حريق البول كيولي عندهم حريق البول، الا مشاو للقدام الثاني كيقدروا يدوزوا دي لو كوغ كيولي عندهم دي بيرت كيولي عندهم بحال فوالا شي سيلان كيلقاو في لاكيلوت ديالهم. وبعض المرات بزاف السيدات كيقولوها ليا كيقول لك راه بنتنا لقينا الدود عندها القدام راه زولناه ليها من القدام، هذاك الديدان راه جايين من اللور يدخلوا للقدام. دونك هادو كيكون خطر شويه على البنات اكثر من الذكور كيظهر لي يعني. كل شيء بحال كل شيء راه تقريبا انا كنقول 80-90% تاع الاطفال عندهم الحنيشات، لان كل شيء كان واحد راه المدرسه كلها غادي تكون بحال داك الشيء قضيه القمل. دونك حيت كل دوده وحده كتعطي الاف ديال البيض، دونك اللي بغيت نقول ثاني من بين الاعراض اللي هذا ملي كيولي الطفل عنده داك المغاص في كرشو ما كياكلش مزيان دونك كيضعف بعض المرات، هذاك الضعف وهذاك قله الوزن اللي كتقدر تعطي حتى فقر الدم كيولي صفر، قله النوم لانه في الليل كيبقى يحك وكيفيق هذا كيفيق عيان مكرفص بعض المرات في المدرسه كيكون فيه النعاس وفيه هذا، الام كتقول لك رانا حطيته مع 8 الليل باش ينعس. هذه ما بين الاعراض المهمه اللي هي كتبان في الطفل. دونك سي سورتو، ولكن الاعراض المهمه الاولى هي الحكه، هي الحكه وما تبع هذا الشيء اللي كله قلت. شوف الدائره شحال كبيره، يعني ها انت من ديدان وصلنا النمو غير مستقر مزيان ولا ما داواش، وصلنا في الم وحريق البول شوف يعني هذا حريق البول عند الفتيات حريق البول ومشاكل اخرى اللي مقدر الام ما تنتبهش لها وتقول لك سببها هو الديدان بيان سور. اللي هذا دونك الطفل ملي كيكون عنده شي حاجه وملي كيجيبوه عند الطبيب راه اول حاجه كيسولها واش كيحك من اللور واش هذه، وكيعمل في وجهه في راسه
الديدان هي الاولى. الا ما خديناش بجديه وما عالجناش دكتور تمر يعني شو مخاطرها يمكن على صحه الوليد من غير هادشي اللي هضرنا؟ هادشي اللي هذا هي ما كاين حتى شي خطر كبير. خطر كبير ما كاينش، لان ما نقولوش بان كاين شي كومبليكاسيون كبيره اللي هي غادي تعطي للطفل شي حاجه، ولكن ملي الطفل ما كيوليش ياكل مزيان وكيولي ضعيف وكيولي الجهد ديالو قليل، وحنا كنعرفوا في ديك الفتره النمو خصو ياكل فيتامينات، خصو ياكل ماكله مزيانه يستافد كل شيء. هذه عنده واحد الدويدات اللي في الجسم ديالو كياكلوا معاه كياكلوا اسمه، وهو يا عنده الام في البطن وعنده سي سون با بيان دونك ما كياكلش مزيان، دونك يتحامى عليه داك الشيء كيولي الطفل هذا هو نفهمه. اللي نقدروا نديروا اكيد دكتور تمارا، واش فيه انواع الديدان؟ يعني كنلقى بعض مره غير بيضات صغيورين، يعني صغيورين، واش احجامهم كتختلف انواعهم كتختلف ولكن غير ديدان واحد؟ لا، هي كاينين انواع طفيليات، كاينين انواع اللي هو كاين هذا لوكسيغوز اللي هاد الديدان تاع اللي كنهضر عليهم، كاين لاسكاريس، كاين الثانيه ديك داك اللي كتجي عند الكبار اللي هذيك لو فير سوليتير، كتقدر تبدا في الصغر وتبقى معاه عايشه معاه الحياه كلها تيكبر وساكته وساكنه تما كاينه، وما كاين حتى شي مشكل اللي كتقدر توصل 4 المتر حتى ل 10 المتر، وهي هاز معاه ديك الدوده طويله حتى تيكبر وهي كاينه. ولكن كاين واحد الاعراض اللي هي كنعرفوها، لان كيبدا الانسان كيلوح بواحد بحال طروفه ماشي طريفات اللي هما فيهم 2 سنتيمتر ولا هذه بيضين، دونك الخروج كتبدا تروح هذاك الشيء، هذوك الطروفه كتلوحهم دونك ملي كي الخروج ديالو كنلقاو فيه هذيك الطريفات، هذه هي السينتا اللي تنقولوا حنا بالعاميه ديال السينتا، دونك هذوك الطريفات ديالها هذوك كنعرفوا بان كاينه السينتا. الحمد لله كاين ادويه، وهادو الطفيليات ظريفين، راه ماشي قباحين، ما كيديروش شي حاجه اللي هي خايبه بزاف، غير الانسان ملي عرف عنده هذوك الطفيليات يداويهم. مي الاطفال اللي كنهضروا عليهم بزاف سي سورتو كاين هاد لوكسيغوز، يعني هاد الديدان الصغيورين اللي هما بحال الشعريه ديك الحجم ديال الرقبه ديالهم، فوالا فيهم 1 سنتيمتر هذا وبيضين وصغيورين. مي راه كاينين طفيليات قلت لك بزاف اللي كيكونوا في الامعاء، اللي تا هما تيسكنوا في الامعاء، والادويه راه كاينه لكل شيء. كتعيش مده طويله هاد الديدان؟ هاد الديدان دوره الحياه ديالها باش نفهم، راه هي هذه الدوره هي اللي شرحت قبيله، هي اللي قلت لك هذه الانثى الذكور كيموتوا، الذكور بعد لا كوبلومون كيموتوا، والانثى حتى هي بعد ما كتسيب البيض ديالها وكتصيب الاف تاع البيض في المخرج حتى هي كتموت، كيبقى داك البيض، هذاك البيض هو اللي هو اللي كيبقى الي ريزيستون، ما تيموتش توت سويت، لان واخا يتلاح مثلا في الفراش، يتلاح في الاطفال يحطوا يديهم في شي حاجه ويحطوا هذا يديروها في فمهم، داكشي علاش الانسان دائما خص غسيل اليدين، غسيل اليدين وتقطع الظفار، هادو غنهضروا عليهم في الوقايه في هذا باش تفقس البيضات. شحال كتبقى دوره حياتها عايشه؟ تقريبا دوره حياتها واحد المدة بسيطة قليلة بزاف، سوايع هادشي اللي كاين، جاب الله بيضة. وهذا ما كنبقات عايشة حتى هي تولد وكولا ما عارفين ولينا. لا قولي لي بحال دورة القمل دورة فين ولينا؟ فوالا عندها واحد السيكل ديالها اللي كيبقى اللي كيعطي وكيعطي بزاف وكيسريع انتشار، داكشي علاش هو سريع انتشار. داكشي إلا كان ان تريتمون اللي خصو يكون راديكال وخصو وقاية اللي تكون تتبع لكل شيء، لأنه جميع الأطفال يقدروا يتعادوا، الكبار والصغار واللي كيرضعوا واللي كل شيء يقدر يعني علاج جماعي باش تقدروا ناخذوا نتيجه. والتشخيص ديالو بسيط، التشخيص ديالو بسيط جدا، وهي انه كلينيكي، لانه كتشوفيه راه هو كما قلت الطفل كيحاك او لا ديك الاعراض اللي كيبان لك الطفل ماشي هو هذاك، دونك خصك تردي معاه البال، قلتهم هذه كلينيكي، او لا نقدروا الا شكينا بزاف كاين داك السكوتش تيست، هي اللي بحال واحد العباره تاع واحد السكوتش اللي كيتعطى في اللابوغاتوار، كديريه للطفل في المخرج ديالو ملي بغي ينعس في الليل، وفي الصباح كتحيديه وكتديه لو لابوغاتوار. هما اما انت كيبانوا لك كيبانوا هادوك، ويلا ما بانوش ويلا ما بانوش حيت البيض ما كيبانش، ولكن دوك الحنيشات كيبانوا. الا ما بانوش دونك كتمشي للابوغاتوار وهو كيشوفهم، وحتى الا ما كانوش هذاك لو سكوتش تيست خصو يتعاود جوج مرات ثلاثه حتى تيبان مزيان، حيت هذوك ملي كيوليو بانوا بزاف راه كتولي المصران كيولي عامر، اما ملي يلاه كيكونوا عايشين شويه
كيكون داكشي قليل دونك واخا ديري سكوتش تيس يقدر ما يبانش داكشي اللي طيب كاين. دكتور تمارا كنربطوا ديما الحنيشات والدويدات بالسكريات الوليدات كياكلوا السكاكي ولي بونبون بزاف الى حد عنده علاقه المساله في تغذيتهم حيت هما طفيليات كما قلنا كياكلوا وبما انهم طفيليات عزيز عليهم الحلاوه عزيز عليهم الحلاوه كيموت على الحلاوه يموتوا على الحلاوه دونك كيتشرطوا بعدا شي ياكلوا بيان سور بيان سور بيان سور انا قلت لك طوفايلي جا عندك كنتو كيتشرطوا السعودي واللي كيحل الثلاجه كيتخير اش ياكل ما ياكلش اي حاجه لا حاجه اللي كتعجبو دونك حتى هو حتى هاد الطفيليات غادي تكون في المصران دونك الحاجه اللي حلوه غتعجبهم هي اللي غادي ياكلوها دونك الطفل غادي يولي واحد لو بوزوا عنده ديال السكريات اللي باش ياكل الحلاوه وباش ياكل هذا تقدر تكون اشاره هي من العلامات تقدر تكون ولكن الانسان ما يمشيش دائما مع الحنيشات دونك الا كان الطفل كيضعف بزاف ولا الا كان كيشرب الماء بزاف ولا كان هذا خصو يشوف الانسان الام دير ليه تحاليل بلا يكون داء السكري ولا يكون شي حاجه اخرى دونك ماشي نمشيو دائما مع الحناش ولكن هذا هذا الشيء الفحص الطبي دونك ملي غادي تدي عند الطبيب هو الطبيب غادي يشوف المساله شنو غادي يعطي تحاليل وغادي يعطي وغادي يعرف واش الحنيشات ولا شي حاجه ولا شي حاجه اخرى حنا كيف قلنا وجهتنا ستاندار واكيد المستمعين ديالنا مرحبا بهم معنا في تساؤلاتهم كنتوا امهات كنتوا اباء مريتوا بالتجربه ديال الحنيشات مع وليداتكم كيفاش خرجتوا منها بسلام مازال كتعانيوا يلا اكتشفتوا حاضر معنا دكتور توريا تمارا دكتور اختصاصي في الطب العام هي حاضر معنا اليوم تنتكلموا على الديدان عند الوليدات ارقامنا ستاندار اللي هي 05 22 30 30 00 أو الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. هنا أسباب انتشار الكثير هي انعدام النظافة ياك دكتور نعم والعدوى كتكون كثيرة نعم إلا ما نظفناش نعم. ما غسلناش نعم ياك. نعم فغادي نمشيو ستوندار معنا معنا سمية ياك من جديدة نعم. شوفوا سؤال سمية مرحبا بك سمية السلام عليكم بارك الله فيك وعليكم السلام لاباس عليك اللهم لك الحمد الحمد لله مرحبا الله يبارك فيك لاله سميه تفضلي مرحبا بك دكتوره هي بغيت نسمع الدكتور انا سمعت الموضوع وبغيت نعيط ليكم عادي نص مشكل باش يلا كعدى 50 ما كملتهاش وهاد السيمانه السيمانه اللي فاتت دوك زوا على الحناش عطيك الحقيقه بلا ما القدام كي قالت شكرا للمستمعه الكريمه عندك الصحه ولكن شنو ما عرفتش غندير حتى انا كنت كنديها طبيب وكنشري لها الدواء كلش ولكن كيبقاو فيها الاخت كما قلت دونك هذوك الحنيشات هما كاينين وكيدخلوا لها القدام البنيتات هذاك الشيء اللي كيوقع عليهم وكيعطيهم حريق البول كيعطيهم حتى هما الام وكيعطيهم بعض المرات كسيلان كيعطيهم هذا الشيء كله بصح الا ديتها عند الطبيب راه غادي يعطيها ادويه ولكن ديك الادويه خصك تبعها مزيان ماشي غير اسبوع واحد لا كنشرب عليها خطرتي كنشرب عليها بحال 8 ايام وكندوقو ثاني 8 ايام اخرى كنشرب عليها صافي كنشربها حتى انا معاها مزيان كلشي الدار ماشي انتي اللي ساكنين معها اخوها وانتيا والاب ديالها كلكم وعاد باش الوقايه اللي غنتكلموا عليها من بعد ان شاء الله تسنطي لها مزيان اللي باش هذوك الحنيشات ما يبقاوش وخصك تردي البال لواحد القضيه هي قلت لك النظافه كثيره بزاف والفراش حتى هو ديالها وهادي دابا نهضروا من بعد بداكشي بالتفصيل على الوقايه اللي باش تتبعي ليها شحال من مره جاوها الحناش هاد السيمانه اللي فاتت ليلتي ما نعسش كتفوق في اللي كانوا نغسل ليها كان ليها غير شويه ديال الزيت ملي كنحيدهم كنحيدهم من القدام دونك خاص حبيبتي تعاودي ترجعي لعند الطبيب باش يعطيك ادويه مازال دونك الدواء انا شخصيا ما كنعطيش غير جوج اسابيع كنعطي ثلاثه الاسابيع علاش كنعطي الاسبوع الاول باش كيموتوا الحناش والثاني باش كيموتوا داك البيض والثالث الا فلتت شي بيضه ولا فلتت شي يراقه دونك باش ما كتبقى حتى شي حاجه كنضمن لكم شي باش كنضمن ما تقدريش شي تعطيني هاد الدواء نكتبو ونشري ما نقدرش حبيبتي في الاذاعه سمحي لينا مي راه هما الاطباء معروفين اي طبيب مشيتي عنده راه كاين ادويه اللي هي فعاله واللي هي مزيانه وكديري كذلك الوقايه وان شاء الله ما يكون عير خير ان شاء الله حبيبتي سميه شكرا جزيلا لك غادي نمشيو بسرعه ناخذ ساره من الدار البيضاء السلام عليكم ساره السلام عليكم اختي لاباس صباح الخير الحمد لله مرحبا بك ساره الله يبارك فيك بارك الله فيك اختي بغيت نهضر على الوليد ديالي حتى انا عنده مشكل ديال الحنيشات القدام تياكلوا القدام هي حنيشات من القدام كيقول لي ماما الدوده بحال هكا قدام فاش ديتو عند الطبيب قال لي فعلا قال لي عنده حنيشات القدام
خرج لي تريتمون 3 جوغ 2 سيمين، نعطيه 3 ايام ونمنك ثاني السيمانه الاخرى نعطيه 3 ايام. الاخت السلام عليكم. مرحبا بك. صافا الحمد لله. واش قال لك دوك الحنيشات اللي هما واش كتلقيهم انت في الفراش دوك رقيقين اللي بحال الشعريه؟ ما لقيت والو، ما كنلقى والو، ما كيهبطوا منه والو. ما وهذوك هذاك نوع اخر، هذوك لي زاسكاريس اللي هضرت عليهم قبيله، ماشي هاد لي زوكسيور هادو اللي بحال الشعريه. كاين يقدر يكون هذوك لي زاسكاريس هما اللي في هذا الشكل، هما اللي كيمشيو لجميع اعضاء الجسم ديالنا، كيقدر يمشيو للجهاز البولي، كيقدر يطلعوا الكبد، يمشيو للمراره، يمشيو حتى لي بومو، حتى هذا الرئه، او حتى الرئه. هذا يمكن هذاك النوع الاخر، حيت انا شفت الطبيب كيفاش عطاك الدواء تاخذيه 3 جوغ 3 ايام وتعاودي اسبوع تعاودي تاخذيه 3 ايام، ياك هكا قلتي لي؟ فوالا. دونك هذوك عنده لي زاسكاريس، ما عندوش هذا النوع اللي كنهضروا عليهم دابا حنا ديدان لي زوكسيور، هذاك نوع اخر. داكشي علاش الفحص الطبي مزيان، لانه الطبيب هو اللي غادي يعرف اش من نوع ديال الطفيلي وكيفيه تاخذي الدواء. وان شاء الله راه كيف والو، هادو كتاخذي الدواء ديالهم وكيوليو مزيان وما كيبقى عنده الطفل حتى شي حاجه، ما تخافيش عليه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب ساره. شكرا لك حبيبتي، شكرا لك، صباحكم مبروك. شكرا جزيلا لكم على المتابعه ديالكم. الا كان هناك اي اسئله مرحبا. حضر معنا دكتور توريا تمره، دكتور اختصاصيه في الطب العام، تنتكلموا على الديدان عند وليدات ديالنا، مختلف الانواع ديالها. حنا شفنا اللي اكثر ربما انتشار، كيفاش نتعاملوا معها، شنو هما التدابير الخاصه، سبل العلاج والوقايه ايضا، وعدد من الامور. فتحيه كبيره لكم. ارقامنا اللي هي 0522 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. راجعين بعد فاصل إشاري قصير. نشكر عليكم كثير، احنا رجعنا دائما لمواصله حديثنا، وايضا امور كثير مهمه غادي نتقاسمها معكم، خصوصا بزاف ديال الامهات او الاسر اللي كيعاني وليداتهم من هاد الديدان. الهم الشاغل ديالهم هو كيفاش نداوي ولدي، شنو هو الحل باش ما يعاودوش يرجعوا، لانه بعض المرات كناخذوا الدواء ويمكن ما كنكملوش كيعاود يرجع بحال القضيه ديال القمل، نفس الفكره، ما كاينش اختلاف كثير. فهادو قلنا طفيليات، اولا قلنا ضيوف غير مرغوب فيهم، كيجيو يزورونا ما عندنا ما نديرو، خصنا ناخذوا جميع الاحتياطات ديالنا. فارقمنا راه الاشاره لكل الامهات او اولياء الامور، اباء الا بغيتوا انكم تواصلوا مع دكتور. مشكوره حبيبتي على حضورك معنا توريا تمارا، دكتور اختصاصيه في الطب العام. الديدان الوليدات ما كاينش شي طفل ما كيمرش من هذه المساله هذه، باش نكونوا على يقين ونكونوا عارفين انه راه ماشي فيها خطوره كثيره، مرحله وغادي تدوز. ولا خدينا الاحتياطات ديالنا والعلاج ان شاء الله الامور غادي تدوز احسن. ارقامنا 0522 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33. كيفاش انا نعالج ولدي دكتور؟ هذا سؤال بزاف ديال الامهات يسالوه. وي دونك العلاج ملي كيكون ما كنقولوش نعالجوا غير الطفل بوحدو اللي مريض، وانما لي كونتاكت يعني الناس اللي دايرين به. دونك غادي يتعالج هذاك الطفل وغادي يتعالجوا الناس اللي كلهم دايرين به، يعني لا كانوا الوالدين لا كانوا الخوت لا كان اللي كلشي في المنزل. وكنتمنوا حتى المدرسه بعض المدارس اللي هما كيتفهموا مزيان، مثلا يمشي تمشي الام وتقول راه كذا كذا، باش حتى في المدرسه يحاولوا يوعيوا الاطفال على النظافه، يحاولوا لي طواليت ينقيوهم مزيان وهذا، ويردوا البال للاطفال اللي كيحكوا ولا هذا، يستدعيوا والديهم ويقولوا لهم. دايوغ الامهات ولا الاباء كيردوا البال، لان الطفل كيكون يحك بزاف، وخصوصا في الليل وملي كيوليو الحناش بزاف كيبقى يتبكي كيخرصو، كيبكي بيان سور كيبكي في الليل وما كينعش مزيان، كيصبح هذا. دونك العلاج دونك الوقايه هي اول حاجه اللي خصنا نتكلموا عليها. اولا خصنا الغسيل، الطفل دائما ملي يدخل من المدرسه او لا بغى ياكل شي حاجه او اللي بغى هذا خصو لافابو يغسل. خصنا نقطعوا لهم ضفيراتهم. ضفيراتهم علاش نقطعوهم؟ لانهم اللي كيحكوا من اللور هذاك البيض كيتخزن ورا الضفار، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الا كانوا عندهم ضفيرات وكيحكوا من اللور كيجرحوا هذاك المقعد ديالهم، دونك تلقاه مجروح. وهذه دونك من الاحسن يقطع الاظافر ديالو، يغسل
دائما اغسل يديه، خصنا الحويجات اللي كينعسوا فيهم مثلا الافريشه ولا هذه دائما يتصبنوا ودائما يتبدلوا ويتصبنوا، يدار فيهم الماء الطيب او لا كانت في لا ماشينا لافي يديروا بلوس كو 60 دوغري. هادو تقريبا هي سي النظافه، النظافه هي الوقايه اللي خصها تكون اولا. ثانيا العلاج، العلاج انا فهمتي هذا العلاج ناخذ مكالمه. اي معلوم سي حمزه. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك، شكرا على هذا البرنامج، راه الله يحفظكم. هذا واجب اخويا حمزه، تفضل مرحبا بك. شو السؤال؟ كاين واحد الوليد عنده تقريبا شي 30 دابا، وكي حاسات هذوك المسائل ديالو كيحطهم بحال الشعريه صغيرين. نعم تبارك الله، 9 سنين قلتي ياك؟ 9 سنين تقريبا، هما بحال شعريه رقيقين. شكرا الاخ الكريم. هما هادو، هادو هما لي زوكسيغوز، هما اللي كنتكلموا عليهم دابا، هما الحنيشات. هما بالنسبه باش نزيد نفيدك الدكتوره، عندي نعم. عندي كياكل وليده كياكل حلاوه بزاف، فهمتي؟ هذا الشيء اللي تكلمنا عليه اخويا. دونك اول حاجه هي هاد الموضوع، هو هذا اللي تكلمنا عليه. دونك عنده كتارين بزاف، دونك خصو العلاج وخصو الوقايه، احنا غادي نتكلموا عليها. والعلاج خص ضروري ضروري ثم ضروري العلاج، لان ماشي الوليد الوليد وكذلك العلاج لكل الاسره، كاع كلهم اللي عايشين معاه خصهم كلهم يتداووا، وخص هذاك الفراش اللي كينعس فيه وهذا خصو يتصبن مزيان، يتصبن بالماء طيب. الطواليت اللي هو كيكون فيها الا كانت روميه او لا بلديه خص دائما يتخوى فيها جافيل. هنا غنفتح واحد القوسين، واخا حنا كنا ولاو عندنا لي طواليت الروميين، ولكن احسن طواليت هي البلديه، هي اللي كتبقى لا بلوز هيجينيك، هي اللي كتبقى نقيه في الحقيقه، واللي كدير لنا الرياضه الركابي، لان دابا ركابي حتى واحد ما تيقدر يجلس قرفساء لانه تدينا على ديك الطواليت الروميه، وعاد كتبقى تشد الميكروبات والميكروبات وكل شيء. دونك خص دائما المسيح دائما يدار هذه من الناحيه. دونك هذه غير دونك خص اخويا الدواء للجميع، وخص الوقايه وغسل اليدين وقطعوا ليه ضفيراته ويتغسل اليديه مزيان، لان راه ولاو عنده الحناش بزاف، ملي وليتو كتشوفوهم خارجين بزاف كي الشعريه، دونك راه ولا المصارن عمرو ولا داك الشيء تيخرج. ما عرفتش واش خدا الدواء ما خداش حمزه، ما عرفتش مازال معنا. السبب اللي يعني كان خلاتي يوليو في هاد الحنيشة يعني ردوا البال منهم مره اخرى. لا خصك تعطيه الدواء بعدا، خصو يبرا. دابا حاليا، دابا حاليا انا ما داير لي حتى دواء صراحه، غير العشوب كديرها من المراكب. لا 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 اسمع لي مزيان، العشوب انا ماشي ضد العشوب، واخا ما عنديش ثقافه ديال العشوب، ولكن ولكن العشوب اللي كنعرف انا بان كاينين العشوب كيقتلوا عير الحنيشات وكيخليوا البيض، البيض ما كيقتلوهش. دونك من الاحسن ديوه عند الطبيب وخذوا ليه الدواء، وخذوه ليه بثلاثه الاسابيع، لان هذا الشكل ملي ولا هكا كثير. دونك الاسبوع الاول قريعه، والاسبوع الثاني قريعه، والاسبوع الثالث قريعه، ما عمركم باقي تشوفوا الحناش عنده الا تبع الوقايه وداويتو نتوما كلكم باش ما يعاودش يمرض. اما هو هذا الشيء غيمشي منه، سينو خليتوه خوتو غادي كل شيء مرضو، نتوما غادي تمرضوا وغادي يولي داك الشيء كثير. هو ماشي خطير ولكن خايب خايب وكيوقع مشاكل. هو سول على الاسباب منين جاو. اسباب كثيره ومتعدده حمزه، يعني قلنا النظافه ما كاينش، خصوصا هو الاسباب منين جاوا. هو يا دابا من المدرسه كيعاديو بعضياتهم الدراري اللي فيه، ولا كان عا واحد فيه الحناش كلشي كيولي فيه الحناش. دونك اخاي خصك داوي الوليد. شكرا دكتور الله ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا بك، مرحبا بك. شكرا جزيلا خويا حمزه، الله يخطيك. مزيان هذه القضيه ديال ان الواحد يراقب، ما قال كيشوفوا البراز ديال الوليدات، مزيان ان الام هذه تعوى فرصه انها تقلب وتشوف ياك، حتى الا كان كيعاني ولا كيقول لك وجيعات البطن ما فيها باس ان الام تشوف. لا البراز ضروري، الاطفال دائما خصك تشوفي البراز ديالهم باش تشوفيهم شحال، واش كيديروا كاكا كل نهار، واش ما كيديروهاش كل نهار، وعنده كونستيباسيون ولا شي حاجه، ملي كيخرج داك الشيء خصو واش يكون فيه ديدان ولا يكون فيه دم، ولكن اللون ديالو كي داير، واش جاري واش قاسح، لان الطفل ما كيعرفش، غادي يمشي يدير كاكا ويمشي بحاله. الام ضروري خصها تشوف البراز، هذا سي سيغ، باش تعرف واش طبيعي ولا لا. دكتور حنا غادي نكملوا حديثنا على العلاج، هنا فين توقفنا؟ عطينا سبل الوقايه، قلنا نقطعوا الاظافر ضروري للوليدات، قلنا النظافه ضروري، نحطوهم على الغسيل يدين، هذه قاعده وتربيه ما تخطاوهاش، في اي بلاصه يقدر ياكل ولا يجبد شي حاجه يغسل يديداتو. شو اخر ممكن في احتمال نديرو؟
اللي احتمال اللي نديرو في النظافه وهذا الشيء هو اللي كاين الوقايه هي هذا الشيء اللي نقدروا نديرو هو هذا اللي ملي كيوليو الحناش وكنشوفوهم الحنيشات وكنشوفوهم ديك الساعه خص العلاج علاج ضروري دونك العلاج اشنا هو يا العلاج كاين ادويه كاين اما سيرو بالنسبه للدراري وكاين حبوب بالنسبه لي زادولت الناس الكبار الناس الكبار دونك على حسب السن على حسب لو بوا بالنسبه للدراري الوزن الوزن دونك كيتعطاو هذوك القراعات اللي هما كيتخاضوا كاين واحد الواحد النقطه اللي هي غنشير لها هاد الادويه هذه ما كتعطاش للسيدات الحوامل والمرضعات وما كتعطاش ما كتعطاش الاطفال اللي قل كاين واحد الدواء اللي قل من عام وكاين دواء اللي قل من عامين دونك قل من عام باقي صغير بزاف عاد ما كنعطيوش هاد الادويه يعني الاطفال عندهم الدواء ديالهم خاص اللي قل من عام ما كنعطيوهمش ما كتعطيوهمش لان الدواء هذا فيه واحد مع ديزيفي سكوندير اللي ما يقدروش مضاعفات ما نعطيوهم نغامروش بهم للرضيع الصغير بزاف والمراه الحامل والمراه المرضعه هادو ما كنعطيوهمش هاد الادويه كنقدروا نعطيو مع النصائح وبعد الماكله بحال دابا يكثروا الثومه يكثروا البصله يكثروا هذوك حيت كيقتلوا دوك الحنيشات غير البيض ما كيقتلوش فوالا كيف ما شرح حمزه الاعشاب حتى هي هذا بالنسبه ليا ولكن لا اعشاب اخرى كاين اللي ياخذ بعض الاعشاب اللي ما كنعرفوش الاغلب الشيح تيقول لك على قضيه الديدان تجربهم الشيح حتى هو مزيان زعما ما كاين مشكل ولكن شي اعشاب اخرى اللي كانت شويه صعيبه ولا كانت هذه حيت لابوزولوجي انا ما عنديش قلت لك الثقافه ديال الاعشاب ما نقدرش ننصح ولا نعطي حيت كاين اللي كيبدا يقول ليه شرب كاس الصباح كاس مع 12 كاس مع الليل كاس مع هادي دونك هذاك الشيء خصهم الناس اللي عندهم علم ديال الاعشاب هما اللي يتكلموا في هذا الموضوع باش يقدروا يعطيو دوك الاعشاب بدون ضرر حيت الدوز ديال المقبول كنحييك وتشكرك على هذه النقطه هذه بصراحه شكرا جزيلا لك لانه من وعينا خليتيها وامانتنا المستمعين ديالنا ما تغمروش الانسان يسول اهل الاختصاص او الدواء راه كيمتوفر الحمد لله والثمن ديالو راه معقول ومقبول ممكن الانسان انه يداوي وليداته ولا يداوي كامل كاسره وحده غادي نمشيو ستوندار مع سي مختار ياك دكتور نشوفو سي مختار شنو السؤال ديالو مرحبا بك سي مختار وي بارك الله فيك وي عطيت واحد المعلومه انا كان عندي واحد الوليد كان عنده الحنيشات دخل لي الدكتور ديالو طب الاطفال قرعات دارهم وعطينا حتى الاخت ديالو والام دابا ملي وقع لها اي مشكل في الامعاء وسميتو بقات من دار التحاليل ديال سميتو عطاها التحاليل قال لها راه عندك هذوك التوكيليات عطاها الدواء دابا خداته ودابا عندنا البنيه بحال عندها واحد عندها السكر اكتشفنا عندها ان الانسولين مخربق عندها في الدم واش هاد التوكيليات يكونوا عندها كيخربقوا لها الانسولين مره طالع مره هابط وبدون سبب اسمح لي اخدي بعدا السلام عليكم هذه اش قلتي لي بالنسبه للسيده اش عندها كان عندها من دار تقات عندها طفيليات طفيليات وي طفيليات ايه عطاها الدواء دابا انتراتمو كملاتها هي وملي كانت البنيته فيها حنا دوك الحنيشات ما داويتوش كلكم داو على داتو الدوات على البنيته البنيات والاول لا خص هذه المره ملي كيكونوا الحنيشات خص الدار كلها الدواء الصغار والكبار لان داك البيض عندكم في الدار دونك اي واحد غادي يتعادى ويلا هذوك عطيتهم الدواء هذوك غادي يبراو الاخرين غادي يبقاو مراض دونك غادي يبقى داك البيض عندكم في الدار غادي يعاود يرجع حيت هما ماشي ملي كداوي كيمشي بمره واحده بصفه نهائيه وانما كيعاود يرجع الى الانسان عاود داك البيض دخل فمو دونك الى عاود هذا كيتعادى داك الناس سريع الانتشار داكشي علاش خص الدار وما فيها كلها ملي كيكون ولو واحد فيه الحناش كلشي خصو ياخذ الدواء في خطره واحده هذا السؤال الاول والسؤال الثاني قلتي لي البنيته عندها مرض السكري دابا المرض السكري ولكن اكتشفناه مشينا عند الطبيب ديال السكري الاطفال دابا كيقول لك لا خص دير انتريتمون ديال غير الريجيم ما تبقاش تاكل هذا سميتو لان ما يمكنش نعطيو انسولين دابا من تتاكل مثلا بعض المرات تكون عندها نورمال هابط نورمال بعض المرات يهبط تل الحد الادنى ديالو اقل منه وعندكم في العائله عندكم اللي فيه داء السكري
كاين عائله فيها داء السكري؟ لا، الوالدين جدود. كاين عندها جده، ولكن هو الطبيب دابا هو فحصها. نعم. قال لي قدر مادام كاين انسولين وتهبط وطلع ما يمكنش تاخذ انسولين، يقدر يكون تاعو كل اللي كانوا في المعده وسميتو داك الحنيشه قدروا ياثروا لي على الداء. لا لا، ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي علاقه بين هذوك الحنيشات وداء السكري. داء السكري بوحدو هذاك تيكون فيه اما وريته اما حوايج اخرى. وبالنسبه للطفله اللي الطبيب فحصها وما عطاهاش الانسولين، دونك راه لقاها بانها ما خصهاش تاخذ الانسولين، لانه كون لقاها خاصها ضروري الانسولين ما غادي ترددش، لان الانسولين كياخذوه الاطفال. حنا كنعطيو الانسولين بالنسبه للناس الصغار، وبالنسبه للاطفال الا كانوا خاصهم دونك عندهم داء السكري كيتسمى هذاك لو ديابيت جوفينيل، دونك هذاك ضروري كياخذ الانسان الانسولين، كياخذ الانسولين. دونك الا الطبيب قال لكم بانه هذا، ولكن ولا بد من دائما المراقبه، دائما راه نتوما ديروا لها لا غليسيمي وديوها عند الطبيب، وهو راه غادي يشوف الخزان ديالها، غادي يشوف يعبر لها السكر ملي تاكل ملي ما تاكلش ملي هذه، وغتكون ديال لاباريك ديال الدراع اللي تعبر بها كل مره. اييه تلقاو نور، تلقاو نورمال بعد المره تهبط. ايوا ولا شغل تتعطى لها انسولين ولي نورمال. لان المشكل بعض المرات تيطلع تيوصل فوق فوق جوج جوج ربعين. ايوا هذاك قلنا ما فهمناش شنو المشكل دابا، هي ما فهمناش شنو المشكل، واش كاين شي حاجه اخرى تتاثر على الانسولين ديالها ولا هذاك الشيء؟ خصو يشوف معها الطبيب المعالج ديالها، الطبيب المعالج هو اللي خصو راه عطاكم هذاك باش تعبروا، دونك غادي يشوف ملي هذاك يشوف وقاش ديك لا غليسيمي تطلع وقتاش كتهبط وقتاش اسمو، وهو اللي غادي يحدد واش يعطيها الانسولين ولا ما يعطيهاش الانسولين. ما كاين حتى مشكل اخي، ولكن الطفيليات ما عندهم حتى شي علاقه مع داء السكري. شكرا لك سي مختار، الله يحفظ لك اسرتك وشكرا على المبادره ديالك. سلامي لاولياء الامور اباء وامهات، كيف لاحظتي كاين تبارك الله كثير من الاسر كيعانيو من هذا المشكل. العلاج خصو يكون علاج جماعي دكتور. اغلبيه الاخطاء اللي كتخلي ان المقاومه ديال هاد الطفيليات هو انه كنعطيو غير الدري او الوليد المعني. لا، خاص يكون الاسره ككل، كل هالاسره اللي خصها تاخذ الدواء. الا ما هذا حنا شفنا ليكزامبل تاع السيد اللي هو الوليد عطاه الدواء ولا البنيته والاخرين ما خداوش الدواء، ها هي الام حتى هي يا فيها، وفي الغالب الا قلبته هو غادي يلقى فيه وكلهم غادي يلقى فيهم هذا الطفيليات هذوك لي زوكسيور. دونك خصهم واحد الدواء اللي يكون جماعي والوقايه جماعيه. نفس الدواء ولكن يكون على حسب مختلف على أمر. حسب السن، سن. على حسب لو بوا الوزن. مثلا كيما قلت لك الكبار خصهم حبوب، الصغار خصهم دي سيرو كيكونوا دي سيرو قريعات. اما السن كنشوفوا قلب السنين اكثر من السنين هذا، دونك واش نص قرعه اللي تاخذ في المره واش قرعه كلها اللي هي تاخذها. ومن الاحسن تاخذها تكون واكله شويه ماشي بزاف، هي كاين اللي كيقول لك تاخذها على الريق على الريق على الريق. من الاحسن اي شي شويه ما تكونش واكله بزاف نو باش هذا وتاخذها. هذا الشيء اللي كاين، وانا شخصيا كندير ثلاثه المرات. مده العلاج قلتي مده العلاج كندير مره تاخذها المره الاولى والاسبوع مره اخرى والاسبوع الاخر هو اللي كان نزيد انا وحده. الهدف هو القضاء على الطفيليات والبيض ديالها وكتنجح 100%. لان بعض المرات حتى ديك الثاني مره ملي كديريها كتشيط شي بيضه ولا كتشيط شي يرقه كتصدقي ما درتي والو، لانه عا وحده راه كتخرج شحال ديال الديدان. دونك ملي كديري ثلاثه المرات كتكوني مهنيه، كتكوني مهنيه ما كتبقى حتى شي اسمو. خصهم غير ردوا البال يبقى الوقايه اللي خصها ضروري تبقى، لان لما كانش الوقايه وعاود ترجع فوالا كيعاود داك البيض يعاود يدخل الدات. غير من هذا المنبر تنقول للسيدات ولا الوالدين عموما اسمحوا لي انا كنهضر بزاف دائما على تنقول الامهات الامهات لان كنشوف بزاف تاع الامهات هذا، مي راه كاين الاباء اللي حتى هما مقابلين وليداتهم مزيان والمكالمات بين الاباء والامهات يسمحوا لي بزاف. دونك
دونك كما قلت خص يردوا البال لدوك الوليدات يعطيهم الدواء ويعطيهم الوقايه مزيان وما كاين فيهم حتى شي خطر. انا اللي بغيت نقول هنا نوصل بانه ما كاينش واحد الخطر كبير، غير خصهم يحيدوا داك الشيء من الاحسن، حيت الوليد عنده طور في طور النمو الجسماني ديالو هذا ودا باش ما يتاثرش عليه هذاك قله الماكله، لان كيولي عنده الوجع في البطن هذه ما كيبقاش ياكل، كنوم فقر الدم كنوم هذه والنوم ما كيمشي للمدرسه عيان كيمشي هذا كيولي ما يقراش مزيان كيولي هذا دونك من الاحسن الوقايه والعلاج باش يتم بعد ما خدينا الدواء دكتور توريا شنو تيوقع تترد دفعه واحده ولا كيبقى على مراحل كيموت كل دابا هذاك المره الاولى باش الامهات والاباء ما يتخلعوش ولا ما يتخلعوا لان النوبه الاولى ملي كياخذوا هذاك بالنسبه للاطفال سيرو او بالنسبه للكبار حبوب النوبه الاولى كيموتوا هذوك الحنيشات كلهم كيموتوا النوبه الثانيه كيموت هذاك البيض ودوك اليرقات اللي هما يا كاينين قلت لك يخرج مع البراز كيمشي مع البراز كيمشي كلشي مع البراز تقدر الام حيت بعض الامهات اللي كيسولوني داكشي علاش بغيت نسول كيقول لك حنا عطيناه الدواء ولكن ردينا البال البراز ما شفنا والو هو بعض المرات هذاك الدواء راه كي داك دوك الحنيشات كيتفرتوا ما كيبقاش يبان دونك تيحللو يكونوا متاكدين بانهم الا خدا الدواء مزيان وبطريقه مزيانه وكلشي راه حتى حاجه ما غادي تبقى عندهم مزيان. دكتور وجهتنا ستاندار اخر اتصال في هذه الفقره هذه غادي ناخذوا سي عبد الرزاق نجاوبوه. سي عبد الرزاق السلام عليكم. سلام اختي سمية صباح الخير. لاباس عليك سي عبد الرزاق. صباح الخير لك اختي سمية واختي كوثر وسميتو اختي الدكتوره نقولها المسامح كريم راه حنا بحال الاباء بحال الامهات داكشي اللي كنسمحوا ليا دكتوره. نعم الله يجازيك بخير. انا بنسير ليه واش هما الحنيشات واش كيبان لي يمكن انا عندهم جوج الريوس كيفاش جوج الريوس؟ تيدرك كلمه هذا الراس وتحرق اسم هذا الراس الاخر يعني بحال مي مشوز بحال مؤخره بحال نعم راه حيت هما كيبان لك بحال الشعريه كما قال هذاك الراجل القبيله اللي عطى الوصفه هو هذاك بحال الشعريه وعندهم الرويصات بصح هما تيبان لك بحال الرويص ما شتيش عويناتهم ياك ما عندهمش عويناتهم استاذه عندهم واحد الرويص بصح حيت عندهم لاكو ديالهم ديك القزيبه ديالهم عندهم رقيقه والراس رقيق دونك كيبان لك بحال عندهم جوج ريوس فهمتي ياك كيبان لك عندهم جوج ريوس هذاك الشيء اللي كاين هما عندهم راس واحد ودكتوره نعم اخويا والسؤال الثاني هو دابا الزوجه ديالي تدي البنيه انا عادي عندي البنيه بحال حتى نشوفها عادي با كنقولها بنتي اي حاجه درتك قولها لي مع عندها 9 سنين وكدير لها تدفيق من بالليل سكينه وتدير لها داكشي ديال الزيت دو سيور واش حتى هو عادي ولا والخطا الوحيد حنا ما كما ناس كنستافدوا منك بزاف الخطا الوحيد حنا ما داويناش جماعه هذا هو المشكل. لا دابا هاد القضيه تاع في الليل ملي دونك الى نطي في الليل وبنيتها كانت كتحك وداكشي ولا وليد ولا هادي اشنو اللي قدامك ما عندك والو دونك داكشي اللي عندك الا درتي شويه تاع الزيت اولا درتي نيفيا الا كانت اولا شي حاجه ان كريم ولا هادي درتي باش تبرد عليها دابا هذيك عيب باش تبرد ماشي باش تداوي ما كتداويش ولكن كتبرد على داك الالم تاع الحكه دونك ملي تجي هذيك اللي قدامك ومي في الصباح خاصك تديها تمشي تشري لها الدواء تاخذ ليها الدواء تمشي تدي عند الطبيب وتشري ليها الدواء باش تبرى البنيته تحيدوا الحنيشات وتحيدوا البيض اما هذيك الساعه اي باش تبرد عليها اي كريم كانت عندك ولا زيت ولا هذه كدهن ليها صافي وهذيك راه هي ثاني راه الام خاصها تكون مقطعه ظفارها ملي دهن ليها تمشي تغسل يديها مزيان وهذه لانها راه ملي دهنات ليها راه عمرت ظفارها ولا عمرت يديها بالبيض تقدر تكون تعاوتاني تعادي راسها وتعادي الناس اللي حولها والدواء رانا قلتو الدواء جماعه تولي كونتاكت دو تريتي كلهم الناس اللي عايشين معاها خصهم يداووا هضرتي كذلك تكلمتي نشكروا سي عبد الرزاق على المكالمه ديالو ونمشيو نتكلموا على الفكره ديال الافريشه والبلاصه السرير في كيبات الوليد ولا البنيته تبقى عايش في الاغطيه وتبقى عايش البيض عنده واحد لا ريزيستانس كبيره كيبقى الحنيشات كيموتوا هذوك اللي كيطيحوا كيموتوا كاين اللي كيطيحوا ميتين لان كنا قلت ملي ديك هذه الانثى ملي كتبيض كتموت دونك هذاك راه كتقدر اولا كتقدر الا كانوا كثارين كما قال هذاك السيد كيطيحوا حيين ولكن هادوك تيموتوا اللي هذا هو البيض اول ما تيبانش وثانيا اللي ريزيست
كيبقى عنده واحد المدة ديال العيش ديالو اللي تقدر يبقى في الفراش غير واحد اخر حط يدي قاص شي حاجة ودارها في فمو او لا كال هز حلوة وكالها او لا شي حاجة دونك تدخل لي دغيا الجسم ديالو. اذا احنا عندنا مشكلة في البيض. في البيض البيض هو المشكل الكبير ماشي في الحنيشات ولكن كل بيضة كتعطي الحناش بزاف قلتي للخير فين فوالا. مشكورة دكتور توري حبيبتي على حضورك معايا شرفتيني ونورتيني صراحة ونتمنوا انه الرسالة وصلت الأولياء الأمور والآباء. باش نختموا في جملة بسيطة تعطيهم خلاصة المهمة اللي قدروا يركزوها وتبقى لهم في, في, في خلاصة أنه أولا الحنيشات كاينين كتارين بزاف وخصوصا عند الأطفال وملي كيدخل الطفل للدار كل شيء كيولي فيه الحنيشات. ثانيا خص الإنسان ما يخافش راه ماشي شي حاجة اللي خطيرة هي تقدر تسبب بعض الإزعاجات بحال هكا ها هي ألم البطن هذه ديك الحكة وديك النعاس اللي ما كاينعش الطفل هذا ولكن ما كاينش شي حاجة اللي خطيرة بزاف. ثالثا ضروري من العلاج باش نقتلو دوك الحنيشات ونحيدو البيض حتى هو ضروري. ورابعا الوقايه هي كل شيء الوقايه النظافه غسيل اليدين تقطع الضفيرات الافريشه وهذه خصها اللي تصبن واللي تبدل تقريبا داك الوقت بالاقل نهاريه ونهار لا دونك خص كل شيء الافريشه تحيد وتصبن مزيان وان شاء الله ما يكون ان شاء الله. حبيبتي شكرا جزيلا على حضورك معنا مره ثانيه ولا فرصه قادمه بحول الله ونتمنى لك يوم موفق ان شاء الله ان شاء الله. شكرا.